بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم إن شاء الله عن درس جدا قصير وسريع. هو عبارة عن نموذج الـ ABCD. هو أحد نماذج مدرسة الهارمونيك. طبعا احنا نعرف أن مدرسة الهارمونيك هي عبارة عن أشكال نموذجية مختلفة مثل الفراشة، الخفاش، الـ ABCD، الجارتلي إلى آخره. المدرسة هذه معتمدة في الأساس على نسب الفيبوناتشي. تلاحظ مثلا حاليا احنا بنتكلم عن نموذج الـ ABCD، تلاحظ عادة في الرسومات يتضح لك يرسمون خط غامق كده ثم خط متقطع. الخط الغامق هو عبارة عن التحرك السعري أو التذبذب السعري للسهم أو لزوج العملات أو للمعادن إلى آخره. الخط المتقطع يمثل نسب فيبوناتشي للمنطقة هذه. فتلاحظ هنا مرسوم الخط من A إلى C، يقصد أن C هي منطقة الهدف، هي المنطقة التي نرى فيها نسبة الفيبوناتشي، ورسم الفيبوناتشي نبدأ من النقطة ألف. طبعا احنا عندنا هنا أربع نقاط A B C D، فنرسم خط من A B يعطينا C. C يجب أن تكون في النسب 61 إلى 78. ثم عندنا D. D هي عبارة عن رسم من B إلى C، فمجرد نرسم من B إلى C D تكون بين 127 و 161، سواء كانت بهذا الشكل أو كان اتجاه السهم صاعد. فتلاحظ أن السهم صاعد أعطاك A B، أنت ترسم C، C تكون بين هذه النسبة 61-78، ثم تترقب D اللي تكون عن طريق الرسم من B إلى C، يعطيك النقطة D بين 127 و 161. تلاحظ هنا نفس الموضوع، أن عندك هي ارتفاع ثم أعطاك A B C D. A B طبعا هو حساب الهدف، إما أن يكون A B C تكون 61-78، من B إلى C تعطينا نقطة D تكون بين 127-161، أو الطريقة الثانية أنك تاخذ الطول، طول من A B إلى تحطه عند C فيطلع عندك D، فالطول A B يساوي C D. في بعض الأحيان ما يكون الطول هو نفسه، ولذلك احنا نعتمد على النسب الموجودة، وفي بعض الأحيان تكون هناك استطالة وناخذ نسب أكبر. كلما كان النموذج مثالي بهذا الشكل، يعني أعطانا في النقاط هذه، كل ما كان أفضل في تحقق النموذج الفني. تلاحظ هنا أعطاك هبوط A B، من B إلى C تكون بين 61-78، C D تكون بين 127، والنسب اللي تكلمنا عنها 127-161. هذا هو شرح النموذج بشكل سهل وواضح. إذا جينا للرسومات، الرسومات طبعا هنا نقدر نستخدم أي زوج، مثلا زوج اليورو دولار، تلاحظ احنا ننتظر منطقة هبوط، يعني احنا نبحث عن منطقة هبوط في الأسفل من أجل الارتفاع. فتلاحظ هنا عندي هبوط، قاع، قمة، قاع، قمة. هل هذا يمكن كان نموذج ABCD؟ خلينا نشوف. احنا حاليا نتكلم عن شرح بسيط. تلاحظ أنه أعطاني خط ترند، هذا القاع، هذا القمة. لو جيت سويت له نسخ بهذا الشكل، هذا القاع، هذا القمة، ثم عندي هذه منطقة الـ B C، فأقدر أقول عنه أن هذا هو نموذج A B C D. علشان أأكد الموضوع، خصوصا أن ما وصل السعر إليه، أحتاج إلى أستخدم عامل مساعد. عامل مساعد لنا والأساسي هو الفيبوناتشي. جيت أخذت من هنا إلى هنا. تلاحظ إحنا نستخدم المستطيل في تحديد منطقة الـ 61-78. هل حدث الارتداد بين 61-78؟ نعم، إذا حدث الارتداد معناها صحيحة، هذه A B C. حاليا احنا نترقب منطقة D. منطقة D لازم تكون وين؟ احنا نستخدم من A B C D، احنا نبحث عن D، المنطقة هذه، لأن نقول أن هذه المنطقة هي منطقة بيع. نماذج الهارمونيك بشكل عام احنا ننتظر آخر منطقة من أجل الدخول فيها، إما بيع أو شراء. إذا كانت آخر نقطة فوق فاحنا نبحث عن البيع، إذا كانت آخر نقطة تحت فاحنا نبحث عن الشراء، آخر نقطة المقصود فيها نقطة D. حاليا نجي ناخذ من هنا إلى هنا،
نشوف انه وصل الى 127 بالضبط ثم هبط. معناها هذا نموذج ABCD حقيقي. معناها ان هذا نموذج ABCD حقيقي. خلينا ناخذ مثال ثاني ونشوف. لو جينا لزوج GBD على الفريم اليومي، تلاحظ حاليا احنا في مرحلة هبوط، اعطاني تذبذب بهذا الشكل. هل هذا نموذج ABCD؟ خلينا نشوف. يعني هل نحتمل ان يكون عندنا هذا النموذج من هنا الى هنا A، ومن هنا الى هنا B، ولو اخذنا هذا هل يعطيني دي ولا لا؟ هذا النموذج نتوقع انه هنا A B C D. كيف اتاكد من الموضوع؟ ناخذ الفيبوناتشي، ناخذ من القاع الى هذه القمه، تلاحظ انه هو وصل الى منطقه 61.78، صح؟ بالضبط وصل الى منطقه 61.78. حاليا نترقب هل يحدث الارتداد من هذه المنطقه ام لا. وين هدفنا؟ هدفنا يكون 127. فاحنا نراقب هذا ونشوف. عندي هنا من النقطة هذه إلى النقطة هذه أنا أبحث عن هدف 127. تلاحظ أن هو الطول هو نفس الطول هذا، وال 127 وصلت إلى نفس الطول. هل في شيء ساعدني حاليا أنا برسم مستطيل أقول أنا عندي منطقة مستهدف السعر اللي حقي هو هذا المكان؟ هل في شيء ساعدني لتحقق النموذج يكون بهذا الشكل؟ خلينا نمسح هنا. خلينا نمسح هذا ونستخدم الرسم الكلاسيكي. يعني مجرد انا باخذ خط، تلاحظ انه اعطاني هنا قمه، اعطاني قاع، اعطاني قمه، اعطاني قمه. يعني يمكن لو رسمت خط من هنا وطالع يعطيني ثبات. وش لاحظت عندك؟ لاحظت انه اعطاني قاع، ثم صار دعم، ثم صار مقاومه، صار مقاومه. حاليا لو ارتفع سيصل الى منطقه المستهدف السعري اللي احنا محددينها بناء على نموذج الـ ABCD، بناء على نموذج كلاسيكي عادي، ونتصور ان هو احتماليه الارتفاع قائمه. السؤال الثاني، يعني انا لو بغيت ان هو عاده احنا ننتظر هذه المنطقه، ليش احنا ننتظر هذه المنطقه؟ هذه المنطقه هي المنطقه التي سيكون منها البيع. هذه المنطقه هي التي سيكون منها البيع. حاليا لو بغيت اشتري من هذه المنطقه، هل في مانع ان انا اشتري؟ اذا احنا نبغى نشتري من هذه المنطقه، خلينا نشيل الامور الخطوط هذه كامله، سهل العمليه، نشيل هذه. نقول في البدايه احنا لو بغينا نبيع هنا، يعني لو قلنا انه هو وصل للمنطقه هذه ثم سيهبط، وين بيكون الهدف لنا حيث احنا ننتهي في البدايه من نموذج ABCD؟ انا اخذ من هنا الى المنطقه اللي وصل اليها. مناطق فيبوناتشي الاساسيه هي كلها اهداف سعريه، هذه كلها اهداف سعريه، لكن الهدف السعري الرئيسي هو يكون بين منطقه 61.78. في حاله الهبوط الهدف السعري حقي هو منطقه 61.78. وتلاحظ ان هذه المنطقه هنا منطقه، يعني لو رسمت خط بشكل واضح هنا تلاحظ ان هي منطقه وجود دعم لهذه المناطق، مقاومة مقاومة دعم. فنتصور أن هذه المنطقة محترمة وقد يصل إليها السعر ويتوقف عندها. فذلك في حالة الهبوط احنا نترقب هذه المنطقة لأنها احتمال تكون مرحلة انعكاس واحنا نشتري منها من جديد. حاليا نرجع إلى سؤالنا. السؤال هو هل في شيء ساعدني أن أنا أشتري عند هذه المنطقة؟ تلاحظ أن احنا في قاع حاليا، وصل إلى قاع أعلى من القاع السابق، تلاحظ أعطاني قاع قمة قاع، ثم أعطاني تداول أو مجموعة من القيعان والقمم الصغيرة، أعطاني القمة الرئيسية وهذا القاع الرئيسي. حاليا أعطاني قاع قمة قاع قمة قاع، فاحتمال أن يكون هذا القاع الثالث هو النهاية. ولذلك لو بغيت تشتري حاليا، أنت تشتري وتخلي وقف الخسارة قريب جدا. إما طبعا هذه منطقة الدعم، تلاحظ أن هنا هذه المنطقة من هنا من هنا إلى هنا هذه منطقة دعم، لأن وجود القاع الرئيسي للهبوط على فريم يومي. فإحنا نتكلم عن هذه المناطق،
اتكلم عن هذه المناطق، هذه منطقة دعم، فاحنا ما نوقف الخسارة هنا لأن هذه مناطق شراء وليست مناطق بيع. فلو أنا بعت من لو أنا اشتريت من هنا ونزل، كيف أسكر في المنطقة هذه؟ أنا منطقة شراء، هذه منطقة تبريد، منطقة إضافة عقود، وقف الخسارة يكون تحت. أو الخيار الثاني، إذا أنت كنت تبغى تخلي وقفك قريب، تقدر تحول الفريم اليومي إلى فريم أقل، تخلي مثلا 4 ساعات. أو إذا كنت تبغى تعتمد على الفريم اليومي، تلاحظ المنطقة هذه إن هنا عندك أنت دعم دعم دعم، فهذه منطقة دعم ممتازة، أي كسر إليها إحنا نعتبر أنه هو وقف خسارة، ونشتري من جديد هنا ونوفر كل المنطقة هذه. أو إحنا نقدر إذا مرة، إحنا قلنا منطقة 78 هنا صح؟ فأي إغلاق يومي أدى من نسبة 78 تقدر تغلق العقد بخسارة وتنتهي منه. فعندك أكثر من طريقة لتحديد منطقة وقف الخسارة. بما أن اليوم نحن كلامنا كله عن نموذج الـ ABCD، فنبحث عن ABCD. تلاحظ هنا، طبعا هذا نموذج أنا جالس يعني نموذج متابعنا، لكن نقول هو وصل للمنطقة هذه. هل حاليا هنا في الأعلى في نموذج ABCD؟ تلاحظ أنه أعطاني قاع ارتفاع قاع. هل يمكن أن يكون هذا نموذج ABCD؟ فنبحث ناخذ النقطة هذه إلى النقطة هذه. هل حدث الارتداد بين 61 و 78؟ تلاحظ أن هذه 61 و 78، نعم حدث الارتداد. فحين أعطاني هذه A، هنا B، هنا C. احنا نتصور، احنا نبحث عن دي كيف تحسبها؟ من هنا إلى هنا تقول 127 هي المنطقة الأولى المستهدفة لنا في دي، ولكن احنا عندنا من 127 إلى 161 هذه كلها تعتبر منطقة مستهدف سعري. ولذلك ان في هذه المنطقة احنا نبحث عن مناطق شراء يمكن يلامسها ويهبط، ويمكن انه يرتفع وصل إلى هذه المنطقة ثم يهبط، فاحنا نتابع هذه المناطق. لو وصل هذه المناطق، وين الهدف السعري إلي؟ يعني اعتبرنا ان الحين هو ارتفع وصل للمنطقة هذه هنا دي، احنا قلنا بعد دي نبحث عن مناطق بيع. فكل اللي بتسوي انك تاخذ الفيبوناتشي من هنا، تبدأ من اليسار تحطه هنا. لو فرضنا ان السعر وصل الى هذه المنطقة، فمنطقة 61 78 هي المستهدف السعري لك. لكي نسهل الموضوع، يعني نقول دائما 61 78 هي المناطق الارتداد، هي مناطق ارتداد من منطقة سي، هي مناطق ارتداد من منطقة دي. طبعا أتمنى أن الشرح كان واضح وسهل. نلتقيكم إن شاء الله على خير في نموذج آخر، بالتوفيق.